مار، ولكن خلينا ننتقل إلى فقرتنا المعتادة مع النجوم والمشاهير. يسعدنا أن يكون معانا اليوم فنان نشأنا على أعماله الدرامية وأدواره الفنية اللي لا تزال عالقة في أذهاننا كمشاهدين. نرحب معكم مشاهدينا من سلطنة عمان بضيفنا الفنان القدير الأستاذ إبراهيم الزجدالي. هلا وسهلا بك، وكل عام وأنتم بخير وأهالينا بعمان بألف خير. هلا هلا ريم، هلا وسهلا بك استاذ ابراهيم. انت ويعني الشيف وكل العاملين في هذا البرنامج الجميل، يعني احنا نقول ان بكره وبعد بكره عيد، فبالتالي عيد فطر سعيد على الجميع ان شاء الله. امين يا رب. ويحفظكم جميعا، ويعني ظله رمضانيه جميله بصراحه. الله يسعدك، وانت منورنا اليوم في حلقتنا استاذ ابراهيم، ولكن اعتدنا نشوفك في رمضان، مرتبط اسمك في المسلسلات القويه الدراميه في رمضان في الخليج كل عام. لماذا لم يكن لك عمل درامي هذا العام؟ ما ادري هل هو بسبب عدم وجود نص يستاهل او بسبب ظروف كورونا اللي بنمر فيها. هو هذا كورونا يعني اللي بهدلنا بصراحه وبهدل العالم. صح. خاصة أنا العام الماضي كان لي ثلاثة مسلسلات كنت أصورهم في أبوظبي، وانصبت بكورونا من خلال هذه المسلسلات، وتنومت في المستشفى 20 يوم، فكانت يعني معاناة وكانت مرحلة صعبة بالنسبة لي. وقلنا إن السنة راح يختفي كورونا، ولكن ما زال مكمل. ويعني الواحد يعني اللي يلدغ مره يخاف يعني من طبعا حكايه التجمعات هذه وحكايه المخالطه. وخاصه في 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 اثناء التصوير، الواحد اثناء التصوير ينسى نفسه بصراحه يعني. طبعا يعني اكل وشرب وتمثيل ومخالط وسلام فيعني تصير العدوى يعني. فأنا شوية بصراحة ترددت وخفت، وهو تعرض علي مسلسلين يعني. واحد كان مسلسل كويتي مع الأستاذة هدى حسين في وتصويره في مملكة البحرين، لكن صارت ظروف إنتاجية بصراحة، وأنا بغيتها من الله إن ما تم خوفا من كورونا. وعمل اخر تاجل الى بعد العيد ان شاء الله. ان شاء الله نشوفك قريب. فان شاء الله الطلات بتكون ان شاء الله يعني افضل واحسن وفي ظروف افضل يعني. أكيد. نكون كلنا يعني هي ما كانت تجربه سهله اللي مريت فيها، اصابتك بكورونا وتعبت الف لا باس عليك والحمد لله على السلامه، ولكن الان خلاص يعني تاخذ الفاكسينيشن وان شاء الله يعني تصير الامور في السليم باذن الله. طيب استاذ ابراهيم، يعني ما شاء الله هناك ألقاب كثيرة أطلقت عليك، منها شاروخان العرب، دنجوان العرب، وأكيد أنت تستحقها، ولكن من فين جاتك هذه الألقاب؟ من أطلقها عليك؟ والله الناس الفانز يعني هم اللي يعني أطلقوا هذه الأسماء وهذه الألقاب، فهي ألقاب بصراحة ألقاب تشرف وألقاب جميلة وأنا أعتز فيها. واحنا نعتز فيك ايضا. طيب خلينا نتكلم الصحافه ايضا، يعني من ضمن الناس اللي ساهموا في نشر هذه المذيعين في التلفزيون والصحفيين في نعم. الصحافه وفي السوشيال ميديا وكذا، فهم ايضا ثبتوا هذه الألقاب. بالفعل تستاهل. وعلى طار السوشيال ميديا، خلينا نتكلم شوية على السوشيال ميديا. الآن أصبح الكل مطالب من إعلاميين وفنانين مغنين ممثلين وغيرهم إنه إذا لم تكن لك منصة في السوشيال ميديا فأنت ليس موجود. هل أنت تتفق مع هذا الرأي؟ يعني هل معقولة إنه الفنان أو الإعلامي ضروري إنه يكون مواكب ومتواجد بشكل كبير في السوشيال ميديا، أم هي أعماله اللي تتحدث عنه؟ هو يواكب لا شك، يعني إن يكون متواجد في منصات السوشيال ميديا يعني هذا الآن لابد منه يعني. وأنا متواجد في الإنستغرام ومتواجد في تويتر بشكل
يعني لا لا بس بي انا شويه بين وبينك يعني ما كثر من التواجد بالذات في التفاعل والردود مثلا ما اعرف يعني شويه انا 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 بخيل في هذا الموضوع لكن نرجع ونقول ان السوشيال ميديا مش حكم على 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 نجوميه اي فنان وليس حكم على انتشار اعمال اي فنان ولكن اعماله مثل ما قلتي انت اختيرين ان هي اللي تتكلم عن هذا النجم كثير فنانين لا يملكون اي وسيله من وسائل السوشيال ميديا عادل امام مثلا سعاد عبد الله حياه الفهد مظبوط كلام حفظ الالقاب لهؤلاء النجوم الكبار ما عندهم اي وسيله على السوشيال ميديا ولكنهم ما زالوا هم المترفعين على القمه يعني في المقابل نشوف فنانين توهم بادين يعني عملين وعنده مليونين وثلاثه على 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 تويتر وعلى السوشيال ميديا على صح على السناب شات وعلى الانستغرام فهذا مو حكم اطلاقا يعني كلامك النجم مصبوع. يظل نجم من خلال اعماله من خلال ما يقدم للناس يعني كلامك مزبوط أستاذ إبراهيم طيب خلينا نروح لسلطنة عمان الجميلة وأجواء رمضان عندكم والأكلات الشعبية اللي تكون موجودة خصوصا في شهر رمضان المبارك وخصوصا الآن إحنا مقبلين على العيد يمكن أنا اللي أعرفه في عمان أكثر شيء مشهور الحلوى يتهيأ لي فبتكون في الأعياد والمناسبات فكلمنا عن الأجواء استقبال العيد والأكلات الشعبية المرتبطة بهذه الفترة هو العيد احنا فقدناه من عيدين بصراحه ويعني هي قبل كل شيء الجمعات اللي احنا فقدناها في هذه المناسبات الطيبه وهذه المناسبات السعيده وجمعات الاهل يعني هذه احنا يعني وجمعات العائله والى جانب طبعا تواجد الاكلات الشعبيه المتعارف عليها عندنا الحلوى هذا يعني هذا شيء رئيسي جدا في مثل هذه المناسبات السعيده يعني سواء في الاعراس وفي الاعياد وغيرها ايضا عندنا الاكله اسمها العرسيه هذه لازم في صباح العيد اول يوم العيد هذه متواجده هي عباره عن رز يعني مخلوط ومصيوط احنا نسميه مع اللحم او مع الدجاج او مع الكذا تجي قريبه من اكل السعوديه السليق تقريبا او الجريش اي بس السليق يجي الرز اللي هو المعصود هذا وتحط عليه مرقه الدجاج مثلا مظبوط صحيح اي احنا لا يجينا مخلوط مع بعض يعني الله نفس الهريس تقريبا نفس الهريس بالضبط اديك العافيه استاذ ابراهيم يعني تحياتنا لك ولكل اهل عمان الحبيبه وكل عام وانتم بالف خير مشاهدينا احنا مكملين معاكم باقي فقراتنا او فقرتنا الاخيره خلينا نقول ولكن بعد الفاصل